فورال فورال بيك لا تعملها الله يخليك، ما علي ذنب بأي شيء. عزيزتو براك هددني وكان رح يقتلني. يلي ما عملوا فيك عزيز أنا رح أعمله فيك هلأ. طلع فيني، يا ترى في معك شي رسالة لألي ولا لا؟ لا والله ما معي، لو كان في ما بعطيك ياها حتى بوس رجلك الله يخليك. بترجاك لا تقتلني. هزال بتعرف انه عزيز بيكون ابوها؟ لا 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 ما بتعرف، لسه ما خبرناها، ما بتعرف. كنجار هات اطلع. قول الحقيقة يا خليل، هزال بتعرف انه عزيز ابوها الحقيقي ولا لا؟ لا 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 قسما بالله ما بتعرف، هزال ولدت على ايدي، انا لهاليوم ما خبرتها، بس ما بعرف ابدا اذا عزيز شافها شي مرة وخبرها. لا السلاح فاضي ما بيقتل فلا تخاف. شوف أنا فضيت الرصاص من المخزن وما بسمح إنه الشيطان يعبيه. كنجار ادعي إنه هزال ما تعرف إنه عزيز بيكون أبوها، والسبب الوحيد اللي ما بيخليني اقتلك هلأ هو إنه هزال لساته بتظن إنك أبوها، وأنا ما بدي إياك تتأذى هلأ مشان هي ما تزعل. بابا انت منيح؟ منيح يا بنتي منيح. يلا قوم وقعد هون.